صباح الخير طلاب، محاضرتنا لهذا اليوم هي Medication Administration، طرق إعطاء الأدوية. طبعا كلنا نعرف أنه من أهم مراحل العلاج هي أنه طريقة إعطاء العلاج، طريقة إعطاء الجرعات، تحديد نوع الجرعة، نوع العلاج اللي مستخدم، وطريقة إعطاء كل علاج إلى طريقة إعطاء خاصة به. فلهذا كممرضين لازم نعرف طريقة إعطاء الأدوية. أول شيء لازم نعرف شنو هو العلاج. الدراج. الدراج is a substance used to prevent or treat or treated or care from disease or diagnosis. يعني العلاجات هي مواد تستخدم لمنع أو علاج أو رعاية من الأمراض أو للتشخيص، لأنه عندنا نوع من العلاجات والمواد نعطيها حتى نشخص بيها. فالـ objective of giving a drug، طرق أو شنو الهدف من إعطاء العلاج. أول شيء diagnosis، مثل حالات التيوبركلين تيست، نعطي أكو مادة، هاي المادة الصبغية لما يأخذها المريض راح تنطي صبغة خاصة على الرئة، فلما نجري فحص مقطعي للرئة راح تبين أدنى درانات السل، لهذا ننطي مادة خاصة بهذا الفحص فنستخدمها للدياغنوسيس. الكير كرعاية مثل أنتيبايوتيك. البريفينشن كوقاية مثل أنواع اللقاحات اللي نستخدمها للأمراض. التريتمنت كل أنواع العلاجات الموجودة، وأبسط مثال هو الأسبرين. Basic rule in giving a drug، القواعد الأساسية بإعطاء الأدوية. أول شيء be sure prescription of doctor، لازم نتأكد إنه هاي المادة حسب وصفة الطبيب. طبعا حسب وصفة الطبيب اللي هي تتضمن name patient، مو أنا أخذ العلاج الفلان من الناس وأنطيه الشخص ثاني، هاي ما يصير. الثاني الفريكوانسي، تكرار الجرعة، هل ممكن الجرعة بعد ما يخلص عندي العلاج هذا أروح مرة ثانية أكررها أو غيرها، أو كم عدد المرات اللي باليوم أنطيه، مرتين باليوم، ثلاث مرات، وهكذا. الروت طريقة إعطاء، مثل الحقة ننطيها تحت الجلد أو بالعضلة أو بالوريد، وهكذا. التايم الوقت، اكو عندنا علاجات كل 6 ساعات، اكو عندنا علاجات كل 8 ساعات، اكو عندنا علاجات كل 12 ساعة، وممكن علاجات كل 48 ساعة، وهكذا. name of drug اسم العلاج، ممكن طبعا عندنا علاجات هواية اسمها التجارية، انا ما اعتمد هنا على الاسم التجاري، هنا اعتمد على الاسم العلمي للعلاج. والدوزج الجرعة، لأنه لازم أعرف الجرعة المحددة. طبعا الجرعة تختلف بالنسبة للأطفال، تختلف عن كبار السن، تختلف عن الناضجين، تختلف الجرعة مرات بين الأنثى والذكر حسب وزن الجسم ممكن، وهكذا. Not giving any drug not reporting in patient card، ما يمكن أن أعطي أي نوع من العلاجات غير مسجلة بالكارت الطبي. hand washing before preparing drug، لازم اغسل ايدي قبل ان اتعامل ويا العلاجات. all equipment should be clean، كل المواد او مثل كوب المي وغيرها اللي نستخدمها باعطاء العلاج، السرنجة، هذني كلهم لازم تكون نظيفات. not touch drug by hand but with cover، لازم ما نتعامل ويا العلاج بواسطة الايد. not returning the drug to bottle، اذا مثلا عندنا علاجات الشرابات وغيرها، اخذت شراب انطيته مثلا للطفل على مود ياخذ الجرعة مالته، الطفل ما تقبل هاي الجرعة، فنقول 5 سيسي، فأنا ما يصير الجرعة اللي بقت اخذت حتى انطيها للطفل وما تقبلها كاملة، اخذ من عندها سيسيين او ثلاثة، ما يصير أرجع الجرعة مرة ثانية، الباقي ما يصير أرجع، لازم أهمله. not mixture any drug with other،
ما يصير خلط. هنا عندنا علاجين واحد ويا الثاني ممكن يتفاعلن ويكونن مواد سامة. Any false is giving drug tell the doctor. أي خطأ بإعطاء العلاج لازم هنا نعطي خبر للدكتور وناخذ رأيه بهذا الشيء. Not give any drug without label. ما نعطي أي علاج بدون أن يكون عليه الليبل مالته وأعرف هذا العلاج بعده لو منتهي الصلاحية. Not give any drug change in color. أي علاجات يتغير لونها يتغير رائحتها ممكن ما نستخدمها. عندنا من النقاط المهمة اللي هي 6 true in giving drug. الصحاح الستة. أول شيء التي المختصر هذا معناه له true. True patient المريض الصح. True method الطريقة الصحيحة. True drug العلاج الصحيح. True time الوقت الصحيح. True effect لازم ينطي تأثير صحيح. True dose الجرعة المضبوطة. Method of give drug طرق إعطاء الأدوية. طرق إعطاء الأدوية راح نبدي بيها تسلسيا. طبعا هاي محاضرة وإن بعد محاضرات تكميلية لهاي المحاضرة. أول شيء أول طريقة إعطاء الأدوية اللي هي أورالي، مثل بحالات تعتبر هي هذه الحالة اقتصادية إيكونوميك، نعطي الكبسولات ونعطي التابلت. الانجكشن الحقن اللي هو يعتبر بارنتالي ميثود. ريكتالي ميثود واللوكالي أو توبيكالي ميثود. Disadvantage of oral method مساوئ طريقة إعطاء العلاجات عن طريق الفم. Destroy by gastric juice ممكن يتحطم المواد عن طريق الأحماض المعدية والمعوية. Absorption slowly امتصاصها بطيء. Not measure the amount of absorbed drug ما نقدر هنا نقيس كمية العلاج اللي يمتصها الجسم. Nausea and vomiting ممكن تسوي عدم تقبل المريض فهي يسموها لعبة النفس. الفوميتينج هو التقيؤ. Effect on health ممكن تأثر على الصحة. Gastric irrigation ممكن تسوي تخريش للبطانة الجهاز الهضمي أو البطانة المعادية. Contraindication of oral method المحاذير من استخدام طريقة إعطاء الأدوية عن طريق الفم. أول شيء الـ patient difficult swallow صعوبة بلع البلع عند المريض. Empty stomach ممكن المعدة الفارغة ما يصير ننطق عليها علاجات عن طريق الفم. Nausea and vomiting قلنا لعبة النفس والتقيؤ ما يصير ننطق لأنه راح ننطق العلاج وراح المريض يطرحه. Unconscious المريض اللي فاقد الوعي ما نقدر ننطي علاجات عن طريق الفم. Parenterally انجكت او الانجكشن. البارنتالي او الانجكشن بعدة طرق اللي هي انترا ماسكولار عضليا، انترا فينوس وريديا، انترا ديرمال تحت الجلد، سب كوتينيوس. انترا ديرمال بالادمه وسب كوتينيوس تحت الجلد. ادفانتج طرق محاسن طريقه الحقن. الفاست افكت تاثيرها سريع. Avoid destroy drug نتجنب هنا تحطيم العلاجات عن طريق أي شيء لأنه راح تمشي مباشرة عن طريق نقول عن طريق الدم أو عن طريق السوائل الارتشاحية. Give to patient who can not take by mouth هنا نطيب حالات عدم قدرتنا على إعطاء العلاجات عن طريق الفم. Disadvantage مساوئها sometimes باثوجينك تعتبر ناقلة للجراثيم عن طريق ممكن النيدل نفسه هو يعتبر باثوجينك. Site of IM injection مناطق الحقن العضلية اللي هي الجلوتيوس مصل والفاستوس مصل والدلتويد مصل. طبعا هاي المناطق لازم احنا بالعملية نحددها لكم. عندنا هنا رسم توضيحي لطريقة الحقن بس طبعا هاي مو كلش دقيقة عندنا رسومات ثانية أدق من عدها. شكل مبسط النوع
سرنجه اللي مستخدمه. طبعا هاي السرنجات قديمه تعتبر، لانه كانت يستخدموها ويرجعون يعقموها ويستخدموها مره ثانيه، فتعتبر خلينا نقول منقرضه، لانه حاليا احنا ما نستخدم هيجي حقن، احنا نستخدم الحقن الديسبوزابل. عندنا الابريفيشن، مجموعه من المختصرات اللي ممكن يكتبها لنا الطبيب. الاي سي معناها قبل الاكل، تي اي دي 3 مرات يوميا، كيو اي دي 4 مرات يوميا، جي اتش كل ساعة، بيت معناها مرتين، بي ان ان عند الضرورة، ار اكس اعطاء الدواء، دي اكس هو التشخيص، والاي ام كل صباح. اتمنى ان شاء الله محاضرتكم واضحة. طلاب بالنسبة لتقاريركم منا للثلاثاء، بعد ما راح اي واحد يرسل لي تقريره ما راح ارد عليه، ان شاء الله الثلاثاء اقعد اتاكد من كل الطلاب اللي وصلت تقاريرهم، وكلهم راح انطيكم خبر بيهم. تقارير كلش مهمة بالنسبة لكم، لانه التقارير هذه على اساسها وعلى اساس حضوركم اللي كان قبل هاي فترة الحظر، وحضوركم بالكلاس، هذا كله راح يكون عندكم، ويا الكويزات راح يكون عندكم السعي، السعي مالتكم اما عن على 40 او 50. ننتظر كتاب رئاسة الجامعة ونتأكد من هذا الشيء، إذا سعيكم على 50 أو سعيكم على 40، فكلش مهم بالنسبة لكم السعي، لأنه راح تبقى عندكم 50 أو 60 درجة. فأنتم ما أعتقد يعني إذا صارت المادة كلها أو ثلثين المادة راح تقدرون تطلعون درجة عالية، فشدوا حيلكم على السعيات لأنه مهم عندكم. شغلة ثانية بالنسبة للجروب دي وإي، يا ريت يشدون حيلهم بالنسبة للكويزات. طبعا عندكم كويز ان شاء الله الاربعاء، هذه كويز، الكويز مالتكم راح يكون عندكم محاضرة الاسبوع الثالث والرابع والخامس، واحتمال ادخل السادس، لانه انتم المحاضرات اللي ما داخلة عندكم انا اريد اكثف عليها الكويزات حتى اتأكد منها، بس اريد ان عندكم كلكم تجاوبون على الكويزات وبطلوا الاعذار رجاء، لانه انا من احكي وقلت لكم جروب اي وبي افضل من عندكم، لانه كان اذا انزل كويز، هم الطلاب عددهم 110 طالب، اذا انزل كويز اقل شيء يجاوب عندي 88 طالب، بينما انتم لا عفوا ما جاي تجاوبون عندي، يعني حتى النصف ما جاي يوصل، 55 طالب من عندكم ما جاي يوصلني جوابهم. ليش؟ الكويزات مو فتشي صعب، بعدين محاضرات يمكم والاوبن بوك بعده موجود، الامتحان الفاينل ما اعتقد عندكم اوبن بوك، راح يفتحون كاميرا عليكم وتجاوبوا انت عليك كاميرا موجهه. وشغله بعد، يا ريت اسماءكم الثلاثيه وصوركم الشخصيه، وبديت انا بنفسي هم خليت اسمي وصورتي، حتى يا ريت يعني تشجعون لهذا الشيء. واللي عنده حسابين طبعا راح احذفه ويدخل من الحساب الفعال، والموفقية ان شاء الله. شكرا للجميع.